بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير، أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي في فيديو جديد، وحياكم الله معاي بيوم جديد. اليوم بإذن الله تعالى عندنا موسوعة كاملة من التفريزات اللي أنتم تهتوا فيها. اليوم راح تكون كلها في فيديو واحد، فيديو مرة مكثف وحلو. أتمنى من كل قلبي أنكم تستمتعون وكمان تستفيدون. قبل ما نبدأ الفيديو كذا، جيبي حاجة تمزمزين عليها وتعالي نبدأ. قبل ما نبدأ الفيديو، أنا حابة أعرفكم على قناة غريبة عجيبة من أحلى القنوات اللي مرت علي، وأكيد أكيد تم الاشتراك. قناة تجي نسولف، خلاص؟ طيب تعالوا خلونا نشوف لمحة عشان تفهمون عن القناة أكثر. عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن بودكاست نجي نسولف. البودكاست اللي تقولون تتعبرون فيه عن مجلس السوالف، تسولفون فيه وتأخذون وتعطون، تذكرون مواقفكم وتنبسطون مع بعض. طبعا هو زي المجلس، تمام؟ وتجون انتم تعلقون، مثلا هي تذكر موقف ولا شيء، تجون انتم تعلقون تحت بالتعليقات على الشيء اللي هي ذكرته، خلاص؟ طيب خلونا نشوف اول شيء. وش اهتمامك؟ ايش يعني سعادة؟ تقدر تعيش لحالك؟ انت مدمن؟ والله يا بنات القناة جدا 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 محفزة، ما شاء الله تبارك الرحمن، من أحلى القنوات. شوفوا أحب القنوات هذه اللي فيها فايدة، أحب لما أدخل القناة أستفيد. وأنا مشتركة عندها واطلعت على حلقة من حلقاتها اللي هي حلقة تقدر تعيش لحالك، حلقة جدا جميلة، هي كل رابطها تحت، ادخلوا يا بنات أنتوا وشجعوها وطبقوا لها اشتراك. راح أخلي لكم رابط القناة تحت في صندوق الوصف، وأول كومنت مثبت. نموا عقلكم بالحسابات اللي زي كذا، بالقنوات الحلوة اللي زي كذا. أول حاجة راح أبلش فيها الطريقة اللي حفظتوها مني أكثر من مرة، اللي هي عفوا تفريز البندورة. طبعا أنا البندورة فرزنتها معاكم بالطريقة هذه، وكل من خذ الطريقة شكر لي ودعالي، وكل كلمة طيبة قالها أنجح طريقة في تفريز البندورة. طبعا يا بنات الطريقة معروفة، بس بها ميزة واحدة هي اللي من راسي، هي اللي فعلا تفرق بالنكهة. إذا ما سويتوها ما راح تحسون بالنكهة اللي أنا أقصدها. أول حاجة حابة أتكلم عليها عشان تكونين ست ذكية ومرأة كذا راعت بيت ذكية، خذي البندورة بأيام الرخص، تمام؟ أيام الرخص اللي هو أواخر الصيف، أو يعني مو أواخر الصيف، شوفي شهر أغسطس البندورة تكون فيه رخيصة لأنه يكون الشهر حار، فالبندورة تكثر بسبب الحر وتبدأ عاد يعني إيش تبدأ تنتشر فينزل سعرها. فأنت خذيها بالوقت هذا، هذا أفضل وقت، هذا أفضل وقت لشراء البندورة. جيبيها وفرزنيها عندك بالفريزر. طبعا عشان رمضان جاي الفيديو هذا مرة راح يكون مفيد لكم، اللي ما راح أرجع أكرره ثاني مرة، فاستفيدوا منه يا بنات وخزنوه عندكم لأنه مليان معلومات. طيب أنا جبت البندورة، وعلى فكرة ترى البندورة مو شرط تكون حمرة، تمام؟ تحطينها على النار وتقطعينها كمربعات كذا، وتحطون عليها يا جميلاتي صلصة، خلاص زي ما تشوفون. هذا السر بكرتونة الصلصة، كرتونة صلصة، شوية ملح وشوية سكر وتكة زيت زيتون بدون ولا نقطة مي، تمام؟ يعني تقريبا لكل 4 كيلو بندورة تحطين تقريبا فنجان سكر، فنجان ملح، شوية زيت زيتون، وتحطين السر بكرتونة الصلصة. لازم تحطين كرتونة معجون طماطم، لازم، هو اللي يعطيها التسبيكة الرهيبة. في البعض يحط شمندر ما تعطيك التسبيكة الحلوة اللي يعطيك إياها الصلصة، تطلع لك كأنها صلصة كثيرة. شفتي العلبة هذه؟ طلع لك صلصة مكثفة. تحفظينها بالثلاجة، رمضان جاي، شوربة الجريش، شوربة الشوفان، أي حاجة أنت حابة تستخدمينها. أوقات يا بنات أنا أستخدمها بالإدامات، ما أحتاج أحط صلصة، خلاص كيس واحد يعني يكفيني، أو علبة واحدة تكفيني. بتشوفون الكمية الهائلة الحين اللي أسويها. طبعا هذا إيش؟ يوفر علي ميزانية البيت، خلاص أنا أشتري البندورة بس علشان السلطات، أو مثلا أنا بقطع مع حشوة ولا شيء. لكن أنتم عارفين الشعب السعودي على الكبسات، فلا فرق معاي مرة، فرق معاي. كل ما بغيت طلعت الكيس، والله حابة أسوي شوربة، اللي أنا حابة أسويه. بعد مرور ثلث ساعة من الوقت
بدون ولا نقطة مي، هي راح تنزل المي من نفسها زي ما تشوفون كذا، وراح يصير هذا قوامه. اخلطيها بالخلاط اذا انت حابه، او بالهاند بلندر اللي هو الخلاط اليدوي، او بخلاط الكاس اللي انت تحبين. بس الخلاط اليدوي يا بنات انصحكم فيه، ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف السمك كيف ممتاز. بعد كذا اللي انت حابه، حابه تجيبين علب فول، حابه تجيبين اكياس قابله للتفريز، هذه العلب طبعا يا بنات امنه خلاص، او حابه تجيبين اكياس مخصصه للتفريز وعبي. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن الثقل، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما راح تحيدين على الطريقه هذه ابدا. وزي ما قلت يا بنات، السر بعلبه الصلصه اللي حطيناها، لا تحاولين تسوينها بدونها لانها راح تطلع عليكي مارقه. سويها بالطريقه هذه ولا شمندر ولا اي شيء. فعلا اوقات تخيلوا اسوي ادام كذا، مره سويت معاكم باميه بالتصوير، سوي معاكم ادام مشكل، ما يحتاج نهائيا نحط صلصه خلاص. اذا انت مثلا حابه مثلا كميتكم كبيره، خذي علبتين لما تبغين تطبخين وزي كذا بس. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، الطريقه يا بنات ناجحه 100%. سووها وعبوها بالفريزر على وجه رمضان، راح تدعون الامساره. لا احد يقول لي وش فايده التفريز وانا اسوي، متى بتفرزن يا بناتي؟ حره لا تفرزن، انا قاعده اعطيها للي حابه تستفيد من الوقت، تستفيد من نفسها، تحط لها ماسك على وجهها. هذه الاشياء كلها باذن الله تعالى راح تفرق معاكي وتوفر معاكي بالوقت. لا تسوين المفرزنات هذه كلها بيوم واحد وتبلشين، اكيد راح تتعبين. لا، سويها بوقت، يعني سويها بوقت، يعني كل يوم سوي حاجه، كل يوم سوي حاجه، وباذن الله تعالى تخلصين خلاص. شوفوا كيف سويتهم وللفريزر، طبعا اهم شيء تكتبين عليهم، يعني تكتبين عليهم انها بندوره مسبكه وبالفريزر. هنا قاعده اوريكم طريقه ثانيه بالاكياس، هذه الاكياس من ابو خمسه وريتكم اياها، امنه للفريزر ويصلح اعاده تدويرها ثاني مره وقابله لكل شيء بالمره يا بنات حلوات. خلاص تحطونها بالفريزر الحين وتقعد معاكي الى سنه الى سنتين اللي انت حابه. هذه اول وصفه، يا رب تكون عجبتكم. تعالوا نشوف الطريقه الثانيه. الطريقة الثانية عندي هنا، أو الوصفة الثانية، الرز المصري. الرز المصري من فينا ما يقعد عنده الرز المصري ويسوس خلاص، إذا أبطأ يسوس. حنا كسعوديين استخدامنا للرز المصري قليل، مش زي الشعوب الثانية. فأفضل طريقة لقيتها للرز المصري إيش أسوي؟ أجيب الكوب اللي أبغى أطبخ فيه، هذا الكوب اللي أنا أعير فيه مقدار الطبخ عندي، تمام؟ فزي ما تشوفون أعير كذا وأعبيه بأكياس. وين أحطه؟ أحطه بسلة وبالفريزر، يقعد يا بنات عندي سنتين ثلاثة على شكله، لا يخرب ولا يسوس ولا تطلع له ريحة. إذا فيك، إذا أنت حابة بعد، ممكن تجيبين بالعلبة تحطين فيه جوا حبات غار، ورق حبات الغار يعني، كمان ينفع. بس لقيت الطريقة هذه أفضل والله يا بنات، ولا تطلع حبة سوسة ولا يتغير طعمه كأنه طازج. ولا تخافين ما راح يتكسر ولا راح يجي ولا أي شيء، طبخته معاكم أكثر من مرة يعني. بالمرة يا بنات الخطوة هذه ممتازة وحلوة. شوفي بنفس الكوب اللي انت تطبخين فيه، هو الكوب اللي قسميه باكياس، جيبي سله كذا حطيه بسله وبالفريزر. والله يا بنات قاعد عندي باقي الحين كيس واحد عندي بالفريزر، الشهر الجاي اضطر اجيب، يعني هذا له قرابه ممكن الاربع شهور عندي بالفريزر ما خلص. فايش اقولكم، هذه افضل طريقه لقيتها لحفظ الرز المصري صراحه. لا بغيتوا تطبخون، لا بغيتوا تطبخون يعني، ما في داعي تطلعينها وتخلينها تذوب وما ادري وش، لا ما يحتاج كل هذا. خلاص طبخيها على طول كأنك مطلعتيه من الدرج العادي، ولا يسوس ولا أي شيء. حابة تحطي معاه شوية ملح برضو يفيد، ما راح يسوس إذا أنت حابة تحطينه برا الثلاجة، أو إذا أنت حابة تحطين معاه ورق حبات الغار برضو يفيد. بس حسيت أنا إنه هذه أفضل طريقة، وحسيت إنه هذه أحسن شيء. جربوها يا بنات، ولا تنسوني من صالح دعاكم. وزي ما قلت بالفريزر يقعد معاكم سنتين، يقعد معاكم 3 سنين 4 سنين اللي أنتم حابين. خلاص كذا، وبكذا نكون خلصنا من الرز خلاص زي ما قلت بالفريزر، وهذه طريقة الرز المصري. تعالوا بعد كذا للوصفة الجاية. الحين نجي هنا لتفريز الزيتون. لحد يقول لي ليش تفرزين للزيتون وأصلا موجود بمي مخلل؟ لا يا بنات، كنا نعرف أن الزيتون لما يبطي بالثلاجة تبدأ تطلع عليه مادة بيضة ويطرى، صح ولا لا؟ كنا عارفين الشيء هذا إذا طول بالثلاجة. فهذه الفكرة يا بنات موفرة ومدبرة، معروفة برمضان نسوي بيتزا كنا، صح ولا لا؟ وبعد كذا نجيب كمية وتطول عندنا بالثلاجة وما ناكلها. جربوا طريقة أمسارة سواء للزيتون الشرايح أو للزيتون المدور العادي الكامل. إيش تسوين؟ بدون مي بدون أي شيء، تعبينه بأكياس وللفريزر. طبعا النوعية اللي وريتكم إياها اللي معاي مرة ممتازة وحلوة ورخيصة، شايفين العلبة الكبيرة، شايفين كبر الكمية هذه يا بنات؟ أنا أخذها بقرابة 16 ريال 17 ريال من ثلاجة النخبة.
بالمرة رخيصة وحلوة، وإلى الحين فريزري مريان. يعني شوفوا كم لها تقريبا 4 شهور عندي بالفريزر، ما يحتاج إنه أنا أروح وأجيب زيتون وما أدري وشو، خلاص الفريزر عندي مليان زيتون، بس زي ما قلت بدون أي نقطة مي. طيب يوم سارة بعد ما نطلعه بالفريزر كيف يفك معانا؟ أنت مخيرة، حابة تحطينه تكة تكة لا تذكر ها بالمايكرويف، تكة لا تذكر، أو تخلينه يفك من نفسه على الطاولة بيرجع كأنه طازج. زي ما قلت الشرايح أو الكامل. بعد كذا جبت جهاز غلق الأكياس وأسكره للفريزر. هذه بنات إيش شهر على شهر، مرة الشهر هذا ما نجيب زيتون، مرة الشهر اللي بعده ما نجيب زيتون، مرة الشهر اللي بعده، خصوصا العوائل الكبيرة راح يفرق معاهم بالميزانية، لأن الزيتون معروف إحنا نجيبه عشان البيتزا صح ولا لا؟ فلا راح يمر عليك شهرين وثلاثة وأربعة ما تجيبينه، خلاص تجيبين بشهر واحد علبتين كبار تفرزنينهم خليهم عندك، يقعدون معاك فترة طويلة ما يخربون يعني، تمام؟ وبالنسبة لجهاز الغلق الأكياس هذا أفضل جهاز، هذا ما يسحب الهواء اللي معاي، بس مرة حلو يا بنات بالمكتبات يباع. روحي للمكتبة وقولي أعطيني جهاز غلق الأكياس وبيعطيك إياه. شايفات ما شاء الله تبارك الرحمن الكمية مرة راهية وحلوة، هذا بس من علبة واحدة وبالفريزر سواء الشرايح ولا العادي. حابة تسوين بيتزا، حابة تسوين فطاير، تستخدمين الزيتون لأي شيء تلقينه بإذن الله. هذه الطريقة يا رب تكون عجبتكم. تعالوا بعد كذا للفقرة الجاية. الحين نجي للفطر أو المشروم إذا حابين تفرزنونه يا بنات. الطريقة جدا سهلة وحلوة. طبعا تجيبين العلبة الكبيرة، أنا أجيب العلبة العائلة. شوفوا فريزري مليان فطر، زيتون، بندورة. شوفوا مقاضي الشهر أوقات تحسون أنا مي كثيرة، ليش؟ لأني أفرزن. وفرزنوها بالطرق اللي أعطيكم إياها، والله يا بنات بنفس النكهة ومضمونة بي 100%. جبت أجيب العلبة الكبيرة هذه كمان من ثلاجة النخبة. عفوا. أي نوعية أنتم حابينها جيبوها، افتحوا العلبة كذا تخلص من المية اللي هي المواد الحافظة اللي موجودة في اغسلوه يعني. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. بعدين تجيبون كيس وعبوه وللفريزر. طريقة الاستخدام إذا بغيت تستخدمينه، طبعا معروف إنه المشروم إيش، معروف إنه المشروم زي الاسفنج يمتص مية يعني، فأفضل طريقة إيش، أول ما يطلع من الفريزر حطيه فوق الأكل، لا تدخلينه للمايكرويف. المشروم ما يدخل المايكرويف، يا خليه يفك على الطاولة من نفسه ويرجع طازج كأنك توك فكتيه من العلبة، أو حطيه على النار على طول مع الأكل اللي تحبتي بسرعة راح يفك لا يذكر، أصلا ما راح تلقين عليه ثلج كثير. واعتمدوا كمان هذه الطريقة برمضان، بتفرق معاكم بالميزانية وتوفر معاكم. لو تسوينها من الحين ما يحتاج تجيبين برمضان فطر، ما يحتاج تجيبين برمضان زيتون نهائيا. هذه أحسن طريقة كمان لقيتها لتفريز المشروم. طبعا يا بنات من واقع تجربتي وخبرتي بالتفريز، المشروم الحبات الكبيرة اللي هي مو الشرايح، أنا هنا شرايح عندي، الحبة الكبيرة ما يصلح تتفرزن، تصير زي الاسفنج. أما هذا الشرايح يطلع كأنه يعني تو مفكوك. أما الكاملة لا، أنا جربتها فرزنها كاملة ما عجبتني عشان أكون صادقة معاكم، لكن الشرايح ناجحة 100% ومضمونة، تمام؟ طيب هذه كمان طريقة إيش تفريز الفطر، يا رب عجبتكم. تعالوا الوصفة اللي بعدها. الحين تعالوا معاي خلونا نفرزن البقدونس والكزبرة. طبعا الطريقة جدا سهلة، بس بنوح على شغلة صغيرة، يا ريت يا بنات لما ننقي الورقيات ننقيها بذمة وضمير، لأن الورقيات مرتع للزبالة، وأنا أشوف البعض يقص الورقيات كذا من فوق يخمشها خمش ويقصها بدون ما ينقيها. الورقيات لازم تتنقى ورقة ورقة، لأن أوقات فيها حشائش غير صالحة للأكل، فيها شيء عالق، فيها زبالة كرمون، فلازم تتنقى. أول شيء خذيت البقدونس والكزبرة كذا كل واحد الحال، نقيتهم غسلتهم بالمي، بعدين أبدأ أفرمهم. حابة تفرمينهم بالفود بروسيسر أنت حرة، حابة تفرمينهم بإيدك أنت حرة. تكونين مجهزة منديل أو منشفة. المنديل من النوعية اللي مذوب، خلاص مناديل مذوب، مو زي مناديل القلي ومناديل الوجه، لا مناديل أو مناشف. تفزعون عليها كذا البقدونس والكزبرة وتغطونها وتتركونها قرابة نص يوم برا الثلاجة على الطاولة، وانتم داخلين وانتم طالعين تحركون فيها. هذا بعد مرور قرابة 6 ساعات أو ثاني يوم اللي انت حابة تتأكدين انه ما عاد فيها مي نهائيا، تبدين تجيبين كيس وتبدين تعبين. هذه أفضل طريقة ناجحة، ولكل اللي جربها دعالي هذه طريقة أمي الله يحفظها يا رب يطول بعمرها. جربوها يا بنات، مرة ممتازة وناجحة 100% وتنفع لكل شيء. خلاص كذا تدخلونها بالفريزر. بس يا بنات لا بغيتوا تستخدمون طوالي، خليكم سريعات بالاستخدام، بمعنى خذي اللي تبغين ورجعي البقية بالفريزر، لأنه إذا طول برا الفريزر ترى راح يسود على طول. استخدميه
مباشرة وبإذن الله تعالى ما راح يخيب ظنك. حفظوه كذا عندكم بالفريزر واكتبوا عليه وخلوه يبقى عندكم سنة سنتين اللي انتم حابين لا يتغير طعمه ولا يصير فيه أي شيء. وبس والله بالنسبة إلى الجبن الشدر، أنا أجيب قالب كبير زي ما انتم شايفين كذا، أوفر وأحسن وأزين خصوصا برمضان يعيش معاك وقت طويل. طبعا أفضل قالب جبنة ممكن تجيبينه برايد، أنا بالنسبة لي برايد، لو تلاحظون حتى الجبن السائل أنا أجيب برايد أحس أنه أحسن شيء. فأبدأ أقطع كذا مكعبات، هذه المكعبات ليش أقطعها؟ أخليها عندي بالفريزر تمام. لا بغيت، خذيت مكعبين كذا وحطيتهم عندي بالثلاجة وقطعنا منهم كلينة، أما الباقي راح أستخدم إيش؟ مع الأسف هنا أنا ما كنت شارية لسه المبرشة، فراح أستخدم هنا إيش؟ راح أستخدم هنا المحضرة الطعام أو الفود بروسيسر. فراح أبدأ كذا أسوي فيها. فيك تستخدمين المبشرة الكهربائية زي اللي عندي جبتها بعدين، لكن هذه ما كانت عندي فاستخدمت هذه، مش حالها مو أحسن شيء، بس إذا أنت حابة عندك المبشرة أفضل، ما عندك حتى هذه والله تفي بالغرض. هذول راح ألفهم وخليهم عندي بالفريزر زي ما هم، لا بغيت نزلت مكعبين للثلاجة عندي، والباقي أخليه يقعد معاي سنة سنتين، لا تتقيدون بتاريخ الصلاحية لأنه التفريز يجمد يا بنات تاريخ الصلاحية تمام. شوفوا كيف ألفهم وعندي بالفريزر. فيكم كمان تقطعونهم مكعبات، بس لو قطعتهم مكعبات يصير فكهم صعب عن بعض، أما كذا لا، أنا أخذ حبتين أحطهم بالثلاجة، أجي ثاني يوم ألقاهم والله زي ما هم. أما بالنسبة لجبنة الشيدر أحطها بعلبة بالفريزر لو بغيت أستخدمها، وبس والله هذه الطريقة. الحين نجي هنا القالب، جبن موزاريلا زي ما تشوفون كذا. أنا أجيب النوعية هذه، مو دايم أجيبها يعني، مهي أحسن شيء عندي بس حلوة تمشي الحال. طبعا إيش الطريقة هذه بتوفر معاكي وقت كبير وجهد خصوصا قبل رمضان زي ما تشوفون شايفات. أبدأ إيش؟ أبدأ أقطع الجبنة الحين أشكال وأنواع الشكل اللي أنتي حابتي. هنا قطعتها شرايح عشان لو حبيت أسويها أصابع أقليها بالزيت، يعني فيك تسوينها أسمك إذا أنتي حابة، بس أنا أحب سمكة كذا تطلع حلوة، أو حابة توزعينها على وجه الصواني بشكل مكثف. وهنا ببدأ إيش؟ ببدأ هنا أبشر الكمية اللي عندي. خلاص زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، أبدأ أعبيها بالعلبة. طبعا يا بنات طريقة الفك انتم عارفينها، ما يحتاج انه اقولها. جبنة الموزاريلا اول ما تطلعينها يا تذوبينها شيء بالمايكرويف او تخلينها تفك على حالها بالطاولة او تحطينها باكياس اللي انت حابة. وهنا هذول لفيت عليهم ورقة زبدة علشان ايش؟ علشان ما يلزقون ببعض، وبس والله. وحطهم باكياس عندي وبالفريزر. والله يا بنات سنة كاملة وانا استخدمهم ما دورت جبنة الموزاريلا من السوق. شوفي الأفكار هذه مي أفكار تفريز، برضو أفكار تتبير. وبس والله هذه كانت طريقة الجبنة. تعالوا نشوف الحين نشوف إيش، نشوف حاجة جديدة. دين دين دين. الحين تعالوا معاي خلونا نشوف الثوم. الثوم أنا سويته معاكم أكثر من مرة، والحين أبي أسويه معاكم الطريقة سهلة وزينة. شوفوا كارفور عندهم ثوم مقشر، خلاص اللي ما تبغى تقشر الثوم تجيب من كارفور ثوم مقشر وخالص، أسهل أنا أوقات أجيبه صراحة. وتبدين كذا تقشرين الثوم، عاد الله يعينك، في البعض يقول نقعوب مي يتقشر بسرعة، لكن أنا والله غالبا أخذه من كارفور إذا بسوي الطريقة هذه. إيش الكيس ب 12 ريال يكون مليان فصوص، يريح علي بس تعب الظهر هذا. المهم أبدأ كذا أقشر الثوم بالكامل. هذه يا بنات أفضل طريقة لمهروس الثوم، تقعد عندكم فترة طويلة، بس البعض ما يزبطها. ليش؟ لازم كمية الزيت تكون كثيرة. معليش أسفة، كمية الزيت يا بنات لازم تكون كثيرة. خلاص قشرت الثوم كذا زي ما تشوفون، وأبدأ الحين إيش؟ أبدأ الحين أنظف الثوم، يعني في هذا اللي فوق واللي تحت أشيله، لازم نشال يا بنات زي ما تشوفون كذا. أبدأ أشيل الثوم وأحطه. خلاص كذا نقيت الزبالة تكرمون منه، وهذا النظيف بغسله وبعدين أجففه. هذه المراحل مرة مهمة يا بنات. شوفوا كيف الثوم أبيض ويفتح النفس، وأبدأ كذا أجفف الثوم كويس من المي، شايفين؟ خلاص بعد ما جففت الثوم أجيب الفود بروسيسر. فود بروسيسر يدي اليمين بالمطبخ، أبدأ كذا أحط الثوم فيها. شوفوا نظيف ما أحلى، حلو. أبدأ كذا أنزل الثوم. هذه الخطوة مرة مهمة اللي هي إيش؟ اللي هي خطوة زيت الزيتون، لازم زيت الزيتون يكون كثير يا بنات. الحين تشوفون الكمية اللي أنا أحطها، بخلي شوية لأني أريد أخليهم شرايح وخليهم صحيحات كاملات تمام.
وأبدأ كذا الحين أنزل بزيت الزيتون. لا تغركم الكمية اللي حطيتها الحين، أنا بزود، ما راح أخليها كذا، بتشوفون معايا الحين. خلاص وأبدأ كذا أخلط. لازم تخلطين من قلب لين يصير زي العجينة. تمي أخلطي، شوفوا شو أسوي، شوفوا أخلط. خلاص طبعا كنت أخلط وأحط شوية زيت بس ما طلع معاي، أخلط وأحط شوية زيت. بعد كذا أجيب علبة، أي علبة أنتم حابينها، بس تأكدوا إن العلبة فيها من فوق ربل، ربل مطاط شايفينه، علشان يا بنات مهمة الخطوة هذه، بس بداية تخزين الثوم علشان ما ياخذ هواء ويخرب. بعدين تحطون بالقاع شوية زيت، زيتون تمام، وتبدين تنزلين بالزيت، بالثوم عفوا، بين تقريبا كل 3 ملاعق وثلاث ملاعق حطي شوية زيت زيتون. خلاص بعدين كذا أنا سويت الوجه، بعدين أحط زيت زيتون على الوجه وغطي، وخلاص يا بنات بالثلاجة، مو بالفريزر، يقعد معاكم قرابة السنة تمام. بعد كذا أنا عندي الثوم الثاني اللي أنا ما خلطته قبل شوي، أبدأ كذا أقطع شرايح أو أخليه صحيح على شكله، فهمتوني؟ يعني أقطع شرايح أو أخليه صحيح على شكله، أعبيه بعلبة وأحطه بالفريزر. هذا هو، خلاص شوفوا، هذا كان عندي من الأول، وهذا شرايح. هنا راح أحط الثوم، إيش راح أحط الثوم الكامل تمام، وبالعلبة الثانية بحط الثوم الشرايح وبس. والله يا بنات هذه طريقتي كانت في حفظ الثوم، يا رب تكون الطريقة عجبتكم، احتفظوا فيها يا بنات، الطريقة مرة مهمة ومرة حلوة وجميلة، وتختصر عليكي وقت. هذه من الأشياء اللي تساعد بالتوفير وبالتدبير، وكمان تختصر علينا حنا كربات منزل، يعني تختصر علينا الجهد والوقت. خلصنا كذا، طبعا هذه بالفريزر، ثوم الشرايح والكامل بالفريزر، والمهروس بالثلاجة. الحين نجي لتفريز البصل، الطريقة مرة سهلة، تجاهلوا البندورة اللي على اليمين ما لكم علاقة فيها. البصل يا بنات طريقة تفريزه مرة سهلة، إذا أنت حابة شرايح ولا حابة مفروم ولا اللي أنت حابة، مرة مفيد برمضان. ولا حد يقول لي تأكسد، ولا حد يقول لي أنا من زمان وأنا فرز، وهذه أنا يعني متزوجة لي 9 سنين، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، من تزوجت وأنا أسوي الطريقة هذه. تجيبين البصل وتحطينه عندك بالفريزر، وبس لا تقطعينه كذا وتحطينه بأكياس بالفريزر، إذا ما عندك الفود بروسيسر عادي بالسكينة يعني. خلاص أعبيه بأكياس بعد ما طحنته زي ما تشوفون كذا، وخلاص يا بنات للفريزر، يقعد معاكم فترة اللي انتم حابين، شهر، شهرين، 3، أهم شيء لو طلعتوه لا يفك، لا تخلونه يفك، استخدموه على طول داخل النار، يعني الله يربي يجيرنا من النار. وبس يا بنات هذه طريقتي في تفريز البصل. هذا كان الفيديو حق اليوم، جمعت لكم فيه الزبدة والفايدة. إذا حابين أنزل الجزء الثاني بكرة بلغوني يا حبيبات قلبي، ابشروا من عيوني. إذا حبيتوا الفيديو قدروا مجهودي لايك صغير فضلا لا أمرا، أكون لكم من الشاكرين. وإذا حبيتي قناتي حياكي الله، طبي بين خواتك، تشرفيني وتنوريني. رب اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، استودعتكم الله.